يا مساء الخير على كل مستمعي راديو جامو، معاكم رودين عادل ودينا محمد في حلقة جديدة من برنامج حواديت الخميس. كان يا مكان كان في زمان واحد بيعمل كل حاجة تجيب له فلوس، وما كانش بيدي منها حد، وفضل يلف على كل الكرة لحد ما راح قرية معروفة عن أهلها بالكرم، وكان مفهمهم انه فقير جدا، وفضل يعطفوا عليه ويدوله فلوس اللبس والأكل والمكان اللي عايش فيه. وبعد ما البخيل خد منهم معزة بتجيب له لبن كتير، قفل بابه اللي بيطل على المدينة وفتح باب تاني بيطل على مكان فاضي علشان محدش فيهم يطلب منه لبن، وبدأ الناس تتكلم عنه وتعرف انه غني ولكنه بخيل، وبالرغم من كده فضلوا يعطفوا عليه. وفي يوم من الأيام جه فارس على حصانه تايه، وأول ما قرب من بيت البخيل قال له ما يقربش لأنه فقير ومش معاه فلوس. ودخل الفارس جوه القرية وهو حزين، ولما قابل أهل المدينة لقاهم بيرحبوا بيه وبيساعدوه من غير ما يعرفوا هو مين. وبعد ما ارتاح خد حصانه ومشي للمدينة الكبيرة، وبعد أيام لقوا الفارس داخل عليهم المدينة تاني، بس المرة دي كان معاه مفاجأة، وهي إنه معاه كوكبة كبيرة من الفرسان ومحملين خير كتير. أهل المدينة فهموا إن ده الملك، ورجع يشكرهم على كرمهم ومساعدتهم ليه. وفي وسط ما الملك بيوزع الهدايا والأكل عليهم، سمعوا حد من بعيد بيعيط بيبص لقوه البخيل، ولما سألوا ليه ردوا قال لهم الهدايا دي كلها بتاعتي وأنا اللي ضيعتها مني من الملك جالي، بس ما كنتش عارف إنه الملك. الملك استغرب وسألهم هو إزاي البخيل ده عايش في وسطكم وانتوا ناس كريمة. طبعا هو ما قدرش يستغنى عن طبعه وقال له دي احسن حياه وانا عايش وسطهم، هم بيدوني من غير ما يسالوا انا مين او ياخدوا مني فلوس، وفضل يعيط. وفي النهايه حابين نقول لكم ان البخل من اصعب الصفات اللي ممكن تكون في الانسان، وبتفقدوا المعنى الحقيقي للحياه وبتخسروا كل حاجه. الحياه اخد وعطا مش اخد بس، وعشان كده البخيل بيخسر كتير قوي في الحياه لانه خايف يخلص اللي معاه، لكن الكريم بيكسب كتير من الخير. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنونا في حلقة جديدة من برنامج حواديت الخميس مع دينا محمد ورودين عادل على راديو جامو. تصبحوا على ألف خير.